الحمد لله. انا ما نكذبش، ماش لي يكذب، انا قاع ما خاطيني الكذب. فوغيغ يا ودي، فوغيغ شي فوغيغ. واه كانت نضحك، دير على هكا كحل، دير هكا فاشل. ما كانش رياكسيون. طلع بو عين، حط عليها في الفم، قال لها نوريك. طلع بو عين تاعها، كي قطع لها عمرها راحت بالفصها، حط عليها في الفم. علاش كاينه خيانه زوجيه في الجزائر؟ لان ما كانش الحوار على السكس، يعني الكوبل كي يكون مع مرته ما يتحاوروش في العلاقه الجنسيه، يخليها هي حشمانه منها وهو حشمان منها. هي باغي توري لي زيفور اللي تعرفهم، تخاف لي يقول بلي كي دير تعرف تما، هذه خبره تما ديجا سيد قبل، هو باغي يدير معاها يقول تقول له هذا تاع نساء خامج مسخانز خامج، هيا واحد حاشم من واحد، فهمتني؟ هيا الاخر يدير مع واحد ما يعرفش، ويدير مع واحد ما تعرفش، فهمت؟ بعدين يتلاقوا كيما تاع بكري، طلعي كرعيك وردي على الله، هذا ما كان. كاش كومونيكاسيون. مش غير العلاقة الجنسية اللي تسبب خيانة، أيضا، بصح كثرية العلاقة الجنسية. يعني أنت ما تكونش راضي بالطرف الآخر، وكي تبغي تبدل فيه أشياء ما يعجبهاش الحال ويضر خاطره. عمر الفقر ما كان عن وماتنا وجداتنا كانوا أفقر، بكري كان الفقر أشد، كان الفقر بزاف بكري. عمر ماتنا وجداتنا ما راحوا زناو باش ياكلوا. ولات معاندة، ولات باغي ندير كيما كيفها، كيفاش وعلاش وكيفاش ما نحاولش نفهم، ليسونسيال ندير كيما كيفها، هذه هي. ولات ما كاش الرضا بالحياة كيما هي، انا انت ما ترضي بحياتك كيما راها، وانا ما نرضى بحياتي كيما راها، اللي باغا ندير كيما هذيك بأي طريقة، ما نحاولش نفهم. شفتوا الشيلة اللي طلعت معايا وراها مكوينسية في مروك؟ شفتوها شو دارت؟ شو دارت؟ اداوها باش يوكلوها المخدرات باش تجيبهم في كرشها. الفقر تجاد، ما عندها شكون يوكل ولادها. شكون اللي راه مدين في ذا الوقت بعد عن الدين تاني؟ هذاك بلي ما يعرفوش الدين، ما يعرفوش الدراسة تاع الدين، قسما بالله. كي ديفا يقول لك طيحي ويا هاد السؤال هكا كاين في الدين، واش راني نطيح؟ واش راني نطيح؟ نسميهم لك بمسمي؟ ما يعرفوش الدين، جاهلين، ماشي ما عندهمش كولتور جينيرال، لا عن الدين ولا عن الجنس ولا على اي شيء. يوني سواريخ. يقول لي انت لا ذكر ولا انثى باش نعرف شكي باش ندعي لك. ميرسي بوكو. بقي جات وراحت، شوفوا ميرسي بوكو خويا ولا اختي ولا مانيش عارفه. شكرا زين، الله يحفظك. ميرسي بوكو أزاد راجل، ميرسي خويا أزاد، الله يعزك، الله يعطيك ويغنيك ويمنيك، الله يعزك، شكرا ليك بزاف. تالمو اللي ما يعرفنيش ما كانش داير لي ميم با ابوني، ما يعرفش دخل، عجبه الموضوع والمحتوى، يعطيني فلا الدعم، شكرا خويا، كيما دعمتي ربي يدعمك،
من باب الواسع. كيما عطيتني دراهمك ربي يعطيك ويغنيك قسما بالله. اللهم بارك في رزقك ومالك يا رب ان شاء الله. تستاهلي سيما، شكرا. ايه قلت الثقافه، قلت الاستطلاع لا على الدين وعلى الثقافه الجنسيه. فهمتوا يا ليكيب؟ لازم السيد كي يكون متزوج مع امراه يتفاهموا على العلاقه الجنسيه قبل.